لولا العمل والمواظبة والصبر والتضحية لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن يحصل. ولكن التضحيات والمواظبة على العمل هي اللي أجعلت كل ما هو تراه عيونكم موجود وبارز. فكل واحد منكم بيتكلم عن الحاضر، لديه ما يبرر كلامه، لديه الشهود عيان موجود على الأرض بارز، لا مغطاي ولا في الصناديق ولا في الكنوز بارز.